بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا إلى الشخصية المعنوية للشركة. الشركة هي شخص اعتباري. الفرق بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي أن الشخص الطبيعي لا حدود لأهليته. عندما يصبح الشخص أهلا، يعني بلغ سن الرشد، صار عنده أهلية أداء كاملة، يصبح أهليته يعني غير محدودة، يعني يستطيع أن يفعل ما يحلو له. يعني ممكن إذا عنده ثروة يشتري فيها حمام ويطيره عادي، هو حر. فلا حدود ولا ضوابط للأهلية الشخص الطبيعي. أما الشخص الاعتباري فإن أهليته دائما ودوما محدودة. لا يوجد في هذا الكون شخص اعتباري يمتلك صلاحيات مطلقة. يعني لا يمكن يكون في وجه مقارنة بين الشخص الاعتباري والشخص الطبيعي. ولذلك الشركة لما احنا بنكتبها ونحدد اهدافها بصير هي مصرح الى تعمل فقط وفقا لاهدافها وغاياتها التي منحت من اجلها او منحة من اجلها هذا الترخيص. اذا الشركة شخص اعتباري لكنه مقيد باهلية معينة ومقيد بذمة مالية معينة. يعني انا ممكن ذمتي المالية يعني قارون امتلك يعني ما ان مفاتيحه تنوه بالعصبة، يعني العشرة بيقدروش يحملوا مفاتيح خزائنه، ما عنده اموال لا حصر لها كشخص طبيعي. لكن كشخص اعتباري لازم يكون في حدود للذمة المالية، وفي حدود للتصرف، في حدود للأهلية، وفي حدود للتعاقد. اذا الشركة باعتبارها شخص معنوي او اعتباري تتمتع بشخصية معنوية، وهذه الشخصية المعنوية تمر بثلاث مراحل: مرحلة النشوء او النشأة، زي ابن ادم بيكون جنين في رحم والدته، جنين اهليته اهلية الوجوب، عنده اهلية، تتمتع باهلية وجوب، ثم تحول الى اهلية اداء. اذا ولد حيا تحول الى اهلية اداء ناقصة، بعدين بصير عنده أهلية أداء كاملة، بعدين بيعجز وبيكبر وبيخرفن، تمام؟ وبترجع أهلية ناقصة فبتنعدم. صحيح؟ الشركة تبدأ بثلاث مراحل: أهلية النشوء أو الإنشاء، مرحلة الإنشاء، وهنا الشركة تتمتع بشخصية معنوية محدودة بالقدر الذي يلزم استكمال إجراءات تسجيلها. يعني في مرحلة لما تكلمنا في الأعمال التجارية المنفردة قلنا تأسيس الشركات التجارية، تتذكروا، يعد عملا تجاريا. قال ليه يعد عملا تجاريا؟ هنا حنوضح شوية في هذا الموضوع. يعد عملا تجاريا لأنه أثناء مرحلة التأسيس الشركة بتكون بتحاول بتبني جسم لشخص اعتباري، فبصير في أهلية للتعاقد، بصير الناس بتتعاقد، وبصير الشركاء يطلعوا من جيبهم يدفعوا، وبصير في التزامات. لاحظوا في مرحلة التأسيس هنتكلم في إطار قصة. يعني نفترض أنه في أنا في ثلاثة وقرروا يعملوا شركة، وقرروا هذه الشركة يستأجروا لها مقر شقة معينة في مكان معين، وهذه الشقة بحاجة إلى تأثيث، بدها فرش أرضي وبدها ديكورات وبدها زينة وبدها فرش مكتبي وبدها تجهيزات لوجستية فنية، انترنت وكهرباء وخلافه، كاميرات مراقبة، وبعدين بدهم يتعاقدوا مع أشخاص يشغلوهم، سكرتارية ومحاسبة، يعني بدهم ينشئوا شركة. قاعدين تلاحظوا أنه في هذه المرحلة كل تعاقداتهم منحصرة في جزئية تكوين الشركة. يعني إذا ما دخلوا مناقصات وما دخلوا عطاءات وما عملوش أي، يعني لم تمارس الشركة الغايات التي من أجلها أنشئت، فقط
هم قاعدين بيجهزوا زي اللي بده يسكن بيت جديد. يعني اذا شرينا شقه نفترض انه هذه شقه ودونا اياها بهذا الشكل وده نسكن فيها، فبصير نفكر وين نحط غرفه النوم ونحط المطبخ ونحط الغساله ونحط، بنصير ندور نبدا ما نقولش احنا سكننا الا لما ننتهي من التاثيث او بالحدود الدنيا للتاثيث. اذا الشركه عند انشائها في مرحلة تأسيس الشركات التجارية تتمتع الشركة بأهلية وشخصية معنوية محدودة بالقدر الذي يسمح به القانون لاستكمال أعمال التأسيس. يعني في مرحلة التأسيس الشركاء ومجاهدين الأعمال اللي بيعملوها أعمال تأسيسية، هذه استنادا إلى أهلية محدودة. يعني ما ينفعش يقول لا أنتم الشركة، هنا 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 الشاهد، فاش يقول انتوا لا انتوا اصلا مش شركه ولسه ما سجلتوا وما حصلتوش على ترخيص من مراقب الشركات وما خدتوش اذن بمباشره اعمالكم. قال لك يا اخي ما هي اصلا المشرع بيقول انه تاسيس الاعمال التجاريه في ذاته تاسيس وعمل تجاري، وكونه عمل تجاري كمان المشرع بيديله كمان صفه بانه احنا كمؤسسين اعمالنا هذه ممكن تفضي إلى النجاح، فتصبح لدينا شخص اعتباري شركة مسجلة، وقد تفضي إلى الفشل. لذلك في هذه المرحلة الناس اللي بتعاقدوا مع المؤسسين مع الشركاء هذه التزامات سميت تجارية، سميت تجارية. حتى لو جبت دهين ودهلي، حتى لو جبت واحد تاع انترنت وعمل لي خطوط انترنت وشبكة، كل هذه يعني الإجراءات التعاقدات مع الأشخاص المدنيين، أنا أعمالي كشركاء أو مجموعة الشركاء تعد أعمالا تأسيسية، أعمالا ذات طبيعة تجارية. المادة 4 من قانون الشركات الفلسطيني تنص على يتم تأسيس الشركة في فلسطين وتسجيلها فيها بمقتضى هذا القانون، وتعد كل شركة بعد تأسيسها وتسجيل على ذلك الوجه شخصا اعتباريا فلسطينيا يكون مركزها الرئيسي في فلسطين، مما يساق يتضح أن المشرع اعترف بالشخصية المعنوية للشركة فور تسجيلها عند اكتمال تسجيلها. وبداية الشخصية المعنوية للشركة يترتب على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية الآثار القانونية التالية. بعد ما بتسجل الشركة بصير في عندها في آثار، في نتائج قانونية، هذا شخص اعتباري. أول أثر أو نتيجة أن يصبح لها ذمة مالية منفصلة عن ذمة الشركاء. في الأول كانوا بطلعوا من يجيبهم بيدفعوا عشان يأثثوا، وبقولوا أنت عليك الفرش، أنا علي الكمبيوترات، أنت عليك الدهان، بيوزعوا المهام فيما بينهم. وتصنف هذه الأعمال من أعمال تجارية، ويتصنف التكييف القانوني لطبيعة هذه الأعمال إن هذه الأعمال تقع ضمن الأعمال التحضيرية لإنشاء الشخص الاعتباري. تسجلت الشركة خلاص صار في انفصال تام بين ذمة الشركاء وذمة الشركة. الشركة لها شخص اعتباري، رحنا وسجلنا شركة برأس مال قدره نصف مليون دولار، والشركاء عندهم أموال الخاصة فيهم حل خضر عليهم. احنا الان نتكلم على شركة شخص اعتباري له ذمة مالية مستقلة بذاته، هذه الذمة برفع عليها دعاوى وبقتضي منها الديون، وبموجب هذه الذمة بتدخل الاموال اللي بتعمل فيها الشركة وفقا لغاياتها وانشطتها تدخل في ذمة هذه الشركة. استقلال الشركة كشخص معنوي مستقل على الاشخاص المكونين للشركة يرتب لها حقوق والتزامات خاصة بها، وبالتالي ذمة مالية منفصلة عن ذمة الشركاء فيها. ويؤدي استقلال الذمة المالية للشركاء عن ذمة المالية للشركة، كل واحد له ذمة لحاله، فاش يقول هنا ما ينفعش نطبق مبدأ الذمة المالية المستقلة. ليه؟ لأنه الذمة المالية المستقلة القانون لا يعترف للشخص، والشخص الاعتباري شخص. هلا ما تجي تقول هو جزء من مكوناته، في اشخاص تجار اخرين على عيني وراسي، بس هذا شخص اعتباري
التعاقد والعمل تم استنادا الى هذا الشخص. رحنا اكلنا في المطعم اللي مملوك لهذه الشركة المسجلة باسم بالميرا. انتهى نقطة من اول السطر. حتى ولو في بالميرا في نشاطات اخرى تجارية او الشركة لكن مسجلة كاشخاص اعتبارية ملناش علاقة فيها. اذا القانون لا يعترف للشخص الا بذمة مالية واحدة، وهذا يؤدي الى انه تبقى ذمة الشركة الضمانة الاولى لسداد دائدي الشركة. اذا اول ضمانة موجودة عندنا في هذه الحالة انه ذمة الشركة هي الضمانة الاولى لسداد دائدي. اذا الناس اللي بتتعامل مع الشركة وبدها فلوس من الشركة، راحت شركة قالت لهم وردوا لنا مواد خام عشان بدنا نبدأ نصنع، فوردوا لهم مواد خام، ما يجيش يقول للشركاء تعالوا تدفعوا، شركة لها ذمة مالية، انت جبت لي مواد خام، انا شو بيلزمني في مثلا مواد بتروكيماوية، شو بدي فيها انا في بيتي يعني، طب تطالبني انا ليه؟ هذه الشركة اللي طلبت، انا عضو بالشركة، انا مساهم بالشركة، انا شريك بالشركة، لكن انا لست مسؤولا بشخصي عن ديون الشركة، الا طبعا في نمط معين من شركات التضامن حنتكلم عنه على وجه الخصوص في هذه الحالة. اذا اول شيء انه ذمة الشريك الضمانة العامة لدائني هو، الشريك مسؤول عن دائني هو، لكن الشركة مسؤولة عن دائنيها، وبالتالي في انفصال تمام عن بين ذمة الشريك وذمة الشركاء. لا يحق لدائني الشريك، يعني واحد بده من احد الشركاء فلوس، يعني انا رايح انا شريك في شركة ورحت عند ضمان اشتريت ثلاجة وغسالة وبوتاجاز وحقهم 10,000 شيكل، وانا عضو في شركة، انا احد افراد، يعني انا احد افراد الشركة الموجودين، بينفعش ضمان يجي يحجز على الشركة بقول ما هو في عندكم احد الشركاء مطلوب منه مال او مطلوب منه مديونية. لا يا سيدي، لا يحق لدائني الشريك الحجز على حصة الشريك في رأس مال الشركة. ليه؟ لانه انت لما قدمت حصة اصبحت الحصة هذه عبارة عن قطعة واحدة، اصبح رأس المال قطعة واحدة. يعني احنا زي ما بنيجي نعمل كيكة بنروح بنجيب اللي هو المكونات وبنحطها جنب بعض، هذه ما اسمهاش كيكة، هذه اسمها مواد خام. كل شريك قدم شيء معين، هذا قدم سيارات، هذا قدم ارض، هذا قدم اموال سائلة مختلفين. لما سجلناهم كلهم باسم الشركة صارت الشركة لها ذمة مالية، صار ان ما فيش مجال انه نقص منها وندي للدائنين، لانه هذه منفصلة انفصال عضوي عن الشركاء، وان كنت انا ما احد مكوناتها لكن هذا منفصلة الاستقلال واستقلال كامل عن الشركاء في هذه الحالة، لانه هذه الحصة خرجت من ملكيته وانصهرت في ملكية الشركة، ما عادتش في ملكيته الان، هو حتى ما لوش سيطر عليها. يعني اذا كان العقد بيقول انه ممنوع يتصرف او ينسحب من الشركة قبل 5 سنوات ما بيقدرش ينسحب تحت اي ظرف، يعني هو ملزم بالاتفاق التعاقدي. احنا قلنا الشركة هي عقد، وطالما عقد الاحكام، وهذه الاحكام اللي انشأها بمبدأ سلطان الارادة مؤسسي الشركة، هم قلنا مبدأ الرضا ينصب على كل حرف في عقد الشركة. قبلت انه يكون عمر الشركة 20 سنة وممنوع حدا ينسحب قبل 5 سنوات او 10 سنوات، خلاص بتلتزم. اللي قدمته بتقدرش تقول انا حردت وبدي اروح، فيش في حرد الموضوع، حردت وقعد في البيت. من احنا مندير الشركة، الشركة بتدير نفسها بنفسها، بتستعين بخبراء، بتستعين بناس، وتقعد انتظر حصتك في الارباح السنوية خلصني. بتقدرش تقول انا بطلت، يعني هي مش شغلة انك انت معير عرض لشيء وبدك اياه في اليوم التالي. لا يجوز ان يتم عمل مقاصة بين ديون الشركة وبين ديون الشريك. نفترض انا شريك وانا عندي متجر ببيع فيه سلعة معينة زجاج، وانا بنفس الوقت الشريك بالشركة تحت مقاولات بتاخذ مناقصات ألمنيوم، والشركة اللي انا شريك فيها بتشتري زجاج مني انا بمتجر المنفصل تعاقدوا، وفي مديونيات، يعني هم الشركة بتاخد مني من معرضي وبتدفع لي، وانا اللي عندهم فلوس او عندي مديونيات. ما فيش ينفع يعمل مقاصة
بين ديوني انا كشريك، والله انت مطلوب منك حصة او مطلوب منك، انت تحملت الشركة دخلت عطاء وخسرته وبدك تتحمل انت جزء من خسارتك، فحنخصم من راس المال او ندخل، لا 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 ما منفصل تماما. انت كشريك شيء وكتاجر بنتعامل معك، لك مديونية شيء اخر، انت كأنك شخص غريب برا الشركة بنتعامل معك، لك حقوق مثل الاخرين، مثل بقية الدائنين الآخرين، وحسب طبيعة الامتياز اللي بتقدم وبتنوع كل واحد فيهم. في حال إفلاس الشركة لا يستتبع ذلك إفلاس الشركاء، يعني أنا عضو في الشركة والشركة دي أفلست. طبعا هنا المسألة هذه محكومة بضابطين. الضابط الأول، إذا كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة أموال، يعني أنا مساهم في شركة مساهم فيها بمبلغ 10,000 دولار حاطط فيها ورأس مالها 100,000 ودخلت مشروعه وخسرت واستتبع ذلك إفلاسها، وأنا مسدد 10,000 حصتي في رأس المال، معناته أنا لما سددت حصتي أو رأس المال نصيبي في رأس المال، معناته أني أنا دفعت مديونيتي لدائني الشركة وخلص انتهى. فلما يروح أخسر هذا المبلغ ما إلك علاقة بباقي الأموال، ولو أفلست الشركة يعني كانت مديونياتها أعلى من موجوداتها، هذا لا يستتبع أن يجي يحجز على أموالي كشريك، ما لهمش علاقة فيه، أنا ساهمت في مشروع مشروع هذا ما نجحش، لذلك أنا مسؤوليتي محدودة بنسبة ما اكتتبت فيه في رأس المال. هذا الضابط الأول، إذا المسؤولية إذا أفلست الشركة لا يستتبع بذلك إفلاس الشريك. الضابط الثاني، إذا كنت أنا شريك في شركة تضامن، شركة أشخاص، شركة الأشخاص، وهنا هذه معلومة جديدة بالنسبة لكم، هي عبارة عن ائتلاف لأشخاص بيفترض المشرع أنه رأس مالهم افتراض فوق 50,000 دينار أردني، وتكون ذمتهم المالية، ذمة الشركة بالإضافة زائد ذمتهم المالية الشخصية في كل أملاكهم، الأملاك اللي قالت لهم بالميراث واللي جمعوها طول حياتهم وكل ما يمتلكوا من أموال في ذمتهم المالية ضامنة للشركة، ومش هيك كمان، وهم الشركاء متضامنين متكافلين، مطلوب منهم الوفاء بدين الشركة. هذه الشركة أخطر أنواع الشركات. هذه الشركات بسموها، كانوا يسموها بالقانون القديم شركة، الشركة البسيطة، كان شركة، شركة عادية عمومية بسيطة، شركة بسيطة، شركة أشخاص، يأتلف مجموعة من الأشخاص الحرفيين أو المهنيين الذين لا يمتلكون القدرات إلا المهنية اللي عندهم، بالبساطة مقاول، واحد تبع حديد، واحد تبع خشب، واحد تبع دهان، واحد تبع بنى، قال واحد بدل ما احنا قاعدين عواطلية ومش ملاقيين ونشتغل عند الناس بالصخرة، خلينا احنا نعمل شركة وندخل احنا بالعطاءات بدل ما نجيب، واحنا اللي بنشتغل المشروع، فبيعتمدوا على قدراتهم نفسهم. فهنا هذا النوع من الشركة المشرع يفترض افتراض فيه انه عندهم 50,000، يفترض افتراض انه عندهم 50,000، وبطلبهمش بإبراز الدليل على وجود رأس المال، بطلبهمش. شركة ذات المسؤولية المحدودة، المبلغ اللي انت بتحطه بالشركة بدك تبرز فيه سند، انت تقول، انت بتقول احنا شركة فيها 5 افراد كل واحد دفع 100,000، يعني في 500,000، طب وين النص مليون؟ تقدر حطه في في في, في البنك، وبدك تجيب لي كونفورميشن من البنك يفيد انه هدول الجماعة معهم 500,000 يشتغلوا في التجارة، يعني مش نصابين، يعني انت مش جاي تعمل لي شركة فيك وهمية وتروح تتعاقد وتنزل عطاءات وتفلس. ولهذا المشرع بيغير، شوفوا مستوى الضمان اللي مسؤولية الشركاء فيه. في شركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة، شركات الأموال، مش أنا بقول لك مسؤولية الشريك محدودة بنسبة ما اكتتب فيه في رأس مال الشركة، وإذا أنت دفعت حصتك في رأس المال كاملة أنت مش عليك مسؤولية، أبيض. لكن مسؤولية عشان ما يكونوش هذول الحرفيين اللي بيشتغلوا مجال المقاولات نصابين، قال لك المشرع دير بالك
انا بفترض ان انت معك فلوس، لكن ما بديش تدخل لي شركات عمل وهمي تنصب على الناس. لذلك مسؤوليتك غير محدودة في مالك كله، حتى الارض اللي انا ورثتها عن والدي وجدي حنبيعها للأسف وبالمزاد ونسد الديون تحت الشركة. طب هذه الشركة موجودة عندنا في غزة؟ نعم، ومنها ثلاث اشكال. الشكل الاول اكثر شيوعا وانتشارا، شركة التضامن. الشركة الثانية شركة التوصية البسيطة، والنوع الثالث شركة التوصية بالأسهم. شركات الأموال نوعين، شركة ذات مسؤولية محدودة والشركة المساهمة. والشركة المساهمة. إذا عندنا نمطين من الشركات، شركات أشخاص اللي هي التضامن، شركات التضامن، وعندنا شركات الأموال. هنا المعيار فيها للأشخاص، لأنه الشخص هو المحل اعتبار، رأس مال الشركة هو محل اعتبار. يعني إحنا لو جينا دعينا السيد منيب المصري رجل أعمال فلسطيني المعروف، قلنا له إحنا عاملين شركة، مجموعة من المستثمرين عاملين شركة في غزة وبدنا إياك تدخل معنا، قال عن رحب والسعة، بشو تشتغلوا؟ قال بالله نشتغل في المقاولات. قال ممتاز، غزة مقبل على المقاولات كبيرة، وخلينا نشتغل على ابو كبير، ها هذا الشغل 100%. طيب شو نوع الشركه يا حبايب؟ قال له تضامن. قال لا بتلزمونيش. ليه؟ عشان كل ذمته الماليه لمنيب المصري بده يصير ضامن لمين؟ عقاراته ومتاجره وكل شيء له ورثه ولا كونه في حياته بده يفدى هذا الشركه. قال لا 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 انا بلزمني، شو بدكم تدخلوا في شركه مقاولات؟ انا جاهز. كديش تعملوها؟ 100 مليون. انا جاهز ب50، بس بنعملها شركة ذات مسؤولية محدودة او شركة مساهمة، بندعي الناس كلها تدخل فيها عشان انا تكون برضو انا عارف اخري وين. لما الشركة هذا بيصير فيها يعني خلل معين او بتفلس، بكون انا خلاص انا ما انا امن في بقية اموالي وفيش حدا بيقدر يطالبني. لذلك اخطر نوع من الشركات على الإطلاق. طبعا أنا أقول لكم معلومة كويسة يعني وبتفيدكم، محامين اللي كانوا قبلكم على هذا المقاعد الآن صاروا محامين، لما بيجي لهم ناس يقول لهم بدنا نعمل تصريح لإسرائيل، عملنا شركة. قال أنا بعمل لكم شركة، شركة التضامن، شركة سهلة، إجراءات عقد تأسيسها ونظامها الداخلي 4 ورقات، وإجراءات تسجيلها سهلة. يعني زمان كنا على ما أذكر كنا يوم نسجلها، في يوم، اليوم بدهم 3-4 أيام بسجلها وبعمل لها سجل تجاري. يعني إجراءات الشركة، تكاليف الشركة كلها على بعض تكلفش حاجة، يعني $500 بتكون أنت عملت الشركة وبزيادة. شركة ذات المسؤولية المحدودة بدها شهر، بدها 20 يوم، تكاليفها أعلى وعليها رسوم أعلى. فالناس شو بيختاروا؟ الأرخص. بس نفس المحامي اللي بيعمل لهم عقد الشركة بينبهش وبينوهش للشركاء انه هذه الشركة خربان بيت. شاهد على ذلك اللي صديق من يومين، انا عملت له الشركة هذه، شركة تضامن، يمكن قبل 15 سنة او 20 سنة يعني انا اللي عملت له اياها، وهذه الشركة مسجلة كشركة تضامن. فبقول لي انه مرفوع علينا دعوة على موضوع اتعاب عمالية، احد المستخدمين في المصنع عندهم رافع عليهم دعوة. فجامع اخوتي معاي، اخوته 4 هم شركائه، هم كلهم 4، فرفع علينا دعوة. طب هو بطلع له؟ قلت له بطلع له، بيقدر يجمع كل الشركاء في دعوة مع الشركة باعتبار انه هم الضامنين لمال الشركة. قلت له بتتذكر لما قلت لك هذه رخيصة لكن فيها مخاطر، خد نسجل لك شركة مسؤولية محدودة، أو كان في ذلك الوقت اسمها مساهمة خصوصية محدودة. قال والله بتذكر، بس أنا كنتش متصور الأمر يعني أنه ممكن. قلت له لا، ما أنت لك 15 سنة أو 20 سنة بتشتغل، صار عندك مستخدمين عندهم ما شاء الله زي 15 عامل أو 20 عامل في المصنع، وصارهم حقوق، وصار عنده سواقين، وعنده موزعين، وعنده إنتاج بوزعه، فالآن أصبح في عنده خطورة.
بترفع عليه قضايا، وممكن واحد يتضرر من المنتج يرفع عليه قضية، فترفع عليك وعلى كل الشركاء في هذه الحالة. لأنه يتم تعديلها أو تحويلها من شركة تضامن لشركة أموال. أنت لسه بتنشئ فيها، أجرنا المقر الشركة عقد، والعقد عمل إرادي، يعني إحنا بننشئه بإرادتنا، وبالتالي لا يجوز تعديله منفردين أو بالاتفاق. إذا كانوا فيها من جيب الشركاء بيعملوا محضر مجلس إدارة لهم وبيقولوا قررت الشركة التحول إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، وبيحطوا التفصيل إنه رأس بيحدد رأس المال، بيحدد الأنشطة، بيحدد الغايات، بيحدد الأنصبة لكل واحد فيهم، وبعدين بيروحوا بيبلغوا هذا المحضر إلى مراقب الشركات، فبيقبل هذا التحول وبطلب منهم تسجيل الشركة، استكمال المستندات المتعلقة بتقديم النظام الأساسي واللائحة الداخلية للشركة، وبيقدموها وبيغير الشركة من وفي السجل التجاري. لما تروح السجل التجاري بتكون أنشأت الشركة واشتغلت 5 سنوات شركة تضامن، وبعد 5 سنوات تغير اسم الشركة، وبصير اسم الشركة كان اسمها شركة في شركات التضامن، وهذه برضو معلومة إنه الشركة تعنون بأسماء الشركاء فيها. ما كلمة تعنون؟ يعني اسم الشركة هو عنوانها، يعني يقول شركة فريد اللولو وإخوانه، ما ينفعش نسميها الشركة الوطنية، فاش نسميها شركة الاستقلال، شركة الأقصى، القدس، ما ينفعش تعنون باسمه. ليه؟ لأنه الدلالة بالاسم هي اللي بتدفع الناس للتعاقد. اقول شركة منيب المصري وشركاء، واو بدخل رجل اعمال ناجح، بتعاقد انا مطمئن، لكن اجاس. وبالتالي انا بروح باخذ دايما الاسم الاكثر بروزا وشهرة في الاسماء، وبروح بابرز وين؟ في الاسم نفسه. شركة الله يرحمه سلمان الحلو واولاده، بعدين صارت شركة ابناء المرحوم سلمان الحلو، غير الاسم، شركة أبناء سلمان الحلو كان رجل أعمال وكان تاجر معروف، الآن أولاده غير واحد تلزوا باسم الشركة وصار أبناء سلمان الحلو. القصد أنه الشركات هذا يعني لاحقا حنتكلم عنه، عند اسم الشركة أو تسمية الشركة، كيف تسمى الشركة. شركات تضامن تعنون باسم الشركاء فيها، وشركات ذات المسؤولية المحدودة يمكن أن نضع لها اسما مبتكرا يعني مميز لا يدل، لأنه في أنا ممكن أدخل شركة وبديش حد يعرف أن أنا شريك في الشركة، بروح شو سميها شركة فريد اللولو، لا بروح بها سميها الشركة السعادة، شركة الوطنية، شركة القدس، شركة المتطورة، بسمي زي ما أنا عايز، ما حدا بيعرف مين الشركاء فيها، لأنه بتعامل بالاسم التجاري للشركة ومنضرب باسم التجاري للشركة. لكن لما تكون شركة تضامن تكون معنونة جبرا بأسماء الشركاء الموجودين فيها. بداية الشخصية المعنوية، يصبح للشركة عنوان تجاري بالنسبة لشركات التضامن، واسم تجاري حسب حال الشركة في شركات الأموال. إذن شركات التضامن تعنون شركة عبد القادر دياب وأولاده، شركة سلمان الحلو وأولاده، شركة فضل الجرو وأولاده، شركة مش عارف العجلة وأبناء عم، شركة مش عارف مين سليم، وهكذا. هذه الشركة مجرد ما نسمع نقرأ الاسم على طول كلكم لازم تعرفوا أنه هذه شركة تضامن. لذلك ممكن يجيكم في الامتحان مجموعة أسماء وتقول لك حددي لي نوع الشركة. إن شاء الله، إن شاء الله. طيب نفترض انه انا اليوم شركة السقة للتجهيزات او للاجهزة الكهربائية او للتجارة العامة، هذه مش تضامن. شركة السقة ليش مش تضامن؟ سؤال. مش اسم. ما فيش اسم. اسم العائلة، انا معتز بعائلتي، معتد بها، وبدي ابرز هذا المسألة، فسميتها باسم العائلة.
فقلت شركة السقة للأجهزة الكهربائية، شركة ضمان، شركة ضمان للأجهزة الكهربائية. احنا هنا شركة شمالي اوكي بيعتدوا بأسماء عائلاتهم، لكن هذه الشركات مش تضامن. لكن مين يكون شركة تضامن؟ لا نقول شركة الدياب عبد القادر بتاع البناشر والعجال هذا، تمام؟ شركة دغمش للإطارات السيارات، دغمش، شركة دغمش مش تضامن، أموال، شركة أموال، اسم عائلة. لذلك الشركة تعنون بأسماء الشركاء فيها وتسمى في شركات الأموال. لا تضامن مع مين؟ أنا رئيس جمهورية نفسي أنا ولا كيف؟ مش هينفع، بدي اتضامن مع حد، بدي يكون معاه. لأنه شركة الشخص، وهنا بدي اجيب لك سؤالك أنا، شركة الشخص الواحد، وهذا كان سؤال امتحان بالمناسبة، شركة الشخص الواحد هل هي شركة تضامن ولا شركة أموال ولا شركة ذات مسؤولية محدودة؟ شركة ذات مسؤولية محدودة، لأنه بيقتطع جزء من رأس ماله، جزء من رأس ماله وبينشئ فيه شركة. شركة الشخص الواحد هنا عنده مليار دولار لكن عمل شركة بمليون، لذلك هو بيعمل شركة بالمبلغ الذي اقتطعه من رأس مال شركته. إذن هذه أول بذات شخصية المعنوية. موطن الشركة، موطن الشركة يترتب على اكتساب الشركة الشخصية المعنوية، إنه لكل شخص معنوي موطن مستقل عن موطن الأعمال اللي يقوم فيها. كل شخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه ويقرر قانون، وموطن مستقل. ما المقصود في الموطن؟ هل الموطن يعني أنا اليوم في عندي شركة ضبان، مكان الشركة هي، أنا عندي شركة ضبان، عندي فرع النصر، تعرفوا اللي هو محل وفي عنده فرع الوحدة وفي عنده عزقولة، وين الموطن؟ أي حيث تدار الشركة، مش حيث تدار يعني تمارس أعمال الإنتاج. يعني فروع الشركة المتكررة المترامية، الآن بنك فلسطين وين موطنه؟ موطنه نقلوا الموطن تبعه، كان في غزة في الجندي المجهول، نقلوا الموطن وصار رام الله. فالآن موطن الشركة رام الله، اللي بتدير رام الله، بتديرش غزة، بتديرش. لذلك هنا إدارة إقليمية في غزة، هنا إدارة إقليمية. شركة الاتصالات في نابلس، مقر الإدارة في نابلس. كيف؟ انت الان بدون ما تعرفي، لما انت بتعرفي موطن الشركة، اليوم هذه شركة الاتصالات الفلسطينية موطنها في عندي، اديك مثال كويس، شركة تراست للتأمين، شركة اماراتية موطنها في الامارات في دبي، مسجلة عندنا في غزة كشركة اجنبية. وين موطنها؟ موطنها دبي. جنسيتها أجنبية إماراتية ومسجلة كشركة أجنبية. البنك العربي شركة أردنية ومقرها في موطنها الأردن عمان. أنا بقدر أقضيها من هنا في غزة في البنك بتاعها في الفرع اللي أنا تعاملت معه أو الإدارة الإقليمية، بقدر أقضيها. لكن أنا بتكلم عشان تعرفوا الكونسبت، المفهوم القانوني للموطن. الموطن هو مكان إدارة أعمال الشركة، أين تدار الشركة. جنسية الشركة، كل شركة تؤسس وتسجل بمقتضى قانون. يعني وين تسجلت الشركة؟ في الدولة التي تأسست وتسجلت بها، في المكان اللي تأسست وسجلت. جينا عملنا شركة، يعني بنك فلسطين جنسيته فلسطيني، ليه؟ قالك لأنه تأسس وتسجل في غزة، تأسس في غزة. طب لو أنا عملت شركة، لذلك تسمع مصطلح اسمه شركة متعددة الجنسيات، شركة متعددة الجنسيات. أغلب الشركات العالمية اليوم بتسجل نفسها في ذات الوقت، يعني بيجوا مجموعة رجال أعمال بيعملوا شركة، كتير من الشركات.
فبيتفق واحد فلسطيني واحد أردني واحد مصري واحد إماراتي واحد يهودي إسرائيلي، فبيعملوا شركة وبيسموها اسم معين تسجل بذات الاسم في كل هذه الدول وتحمل جنسية كل دولة تسجلت فيها، بصير دولة متعددة الجنسيات شركة، وكل دولة من هذه يعتبر موطن صحيح، كل دولة من هذه الدول تعد موطن صحيح. إذن ما هو جنسية الشركة؟ هي طبقا للقانون الذي تسجلت وتأسست بموجبه هذه الشركة. نهاية الشخصية المعنية للشركة، وبها نختم، هنتكلم عن هذا الموضوع في المحاضرة الجاي، بس من باب الـ يعني احنا تكلمنا على انشاء الشركة، تنشأ الشركة بصير لها اهلية، بصير اهلية تقاضي، اهلية تصرف، اهلية ادارة، بصير عندها كل شيء. الشركة بصير عندها اهلية للتقاضي ايضا، بصير الشركة تستطيع ان تقيم الدعاوى باسمها على غيرها، ويحق للغير ان يقاضي الشركة على اسمها باعتبارها هي تملك أهلية، وهذه الأهلية في حدود عقد التأسيس وفي حدود رأس المال المسجل لهذه الشركة. وتنتهي هذه الشركة طبقا لأحكام القانون المدني، نتكلم عن العقد، نصت المواد 566 حتى 571 على الحالات التي تنحل بها الشركة. كان هناك نصوص أخرى وردت قرينة مع أحكام كل شركة في قانون الشركات. الأحكام أسباب العامة لانقضاء الشركة طبقا للقانون المدني. لاحظوا في قانون الشركات في عنا أحكام متعلقة بانتهاء الشركات وانقضاء الشركات خاصة بكل نمط من أنماط الشركة. هذه الأسباب بها تنقضي الشركة انقضاء طبقا للقانون المدني، يعني كل الشركات هذه قواعد جامعة تمام لكل الشركات، كل الشركات تنقضي بهذه الأسباب العامة، لكن هناك في أسباب انقضاء خاصة. الأسباب الانقضاء الخاصة كل شركة، التضامن ذات المسؤولية المحدودة أو المساهمة، كل شركة من هذه الشركات لها أسباب انقضاء خاصة. أول سبب في أسباب العامة لانقضاء الشركة، قلنا أن الشركة طبقا للقانون هي عقد، والعقد له بداية ونهاية، فإذا انتهت مدة الشركة مدة العقد يوجب المشرع أنك تحال الشركة للتصفية، خلاص انتهى، إلا إذا قرر الشركاء تمديد عقدها أو تجديدها أو اتخاذ قرار بالاستمرار فيها. أما هو موجب إن لم يتخذوا أو إن لم يتخذ الشركاء هذا الإجراء فإن الشركة تعتبر منحلة بقوة القانون. معك 30 يوم بس يخلص عقد الشركة، بعد ذلك بتصير كل إجراءاتك اللي بتعمل فيها إجراءات باطلة، تتعاقد بالشركة منتهية قانونا، حكمها منتهية قانونا، أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله الشركة. في شركة يعني لما عملوا شارع صلاح الدين أو شارع الرشيد كانت قيمة المناقصات مبالغ ضخمة، 50 مليون أو 40 مليون دولار. شركات المقاولات في غزة إمكانياتها محدودة، فش واحد عنده قدرة يعني على إنه يشتغل شارع طوله 11-12 كيلو لوحده؟ شو بدك تجيب كباش يقعد طول النهار يشتغل في 20-30 متر؟ بعد 7 سنين بتخلص. فلذلك كان تلفت مجموعة من الشركات والمقاولين وأنشأوا شركات معينة للقيام بهذا الغرض، دخلوا في العطاء ورسى عليهم العطاء. الغاية من إنشاء شركة تنفيذ المرحلة الرابعة من شارع صلاح الدين بطول 6 كيلو أو 7 كيلومتر على 4 مسارات كامل ب 35 مليون دولار ورسى عليهم المشروع واشتغل فيه، خلص المشروع، هذا الغاية التي أنشأ من أجل الشركة انتهى، إلا إذا قرروا انهم على خلاف ذلك يستمروا فيها. هلاك جميع رأس مال الشركة او رأس مال احد الشركاء قبل تسليمه. طبعا هذه حالة وهذه حالة، لانه جمعناهم مع بعض، لانه هذه حالة في الشركات المساهمة وهذه حالة في شركات التضامن. هلاك رأس مال الضامن الرئيسي لاستمرار عمل الشركة وبقاءه وديمومته
هو رأس المال. انت تشتغل بعد كاش رأس مال انت كذاب. يعني انت بتغش الناس. يعني انت بتقول لهم انا معي مليون دولار وفعليا انت فيش معك ولا شيء. فيش عندك غطاء كبير. لو انكسرت من وين يعوض الناس؟ انا كيف كدولة بسمح وبرخص لواحد يعمل بالتجارة او المقالات او بالصناعة وما عندوش غطاء لضمان الدائنين؟ بكون انا الدولة كذاب زيه. وبصير العمل في هذه الدولة ركيك. وبصير اقتصاديا سمعتها زي الزفت. ونصابين. اوعى تروح هناك. تروح تستثمر في البلد. اوعى. لا فيها قانون ولا فيها دولة. لا هنا اذا هلك رأس المال جميع رأس المال. او هلك بنسبة تصل الى 75% فيه. وجب حل الشركة جبرا. تصفيتها. او اذا كانت شركة تضامن واحدهم افلس. واحد افلس. طب انت تدخل واحد مفلس. اصلا افلاس احد الشركاء في شركات التضامن يؤدي بالضرورة الى افلاس الشركة. لانه هو جزء من مكونات رأس المال. فموت احد الشركاء او فقدانه اهليته او الحجر عليه او الحجر عليه مش الحجز. او الحجر عليه. موت. في شركات التضامن الاشخاص محل اعتبار. يعني انا بقبل اتشارك مع زيد عمر لا. مع حسن. مع عبد العزيز لا. مع فلان لكن فلان لا. فاذا مات احد هؤلاء الاشخاص هم محل اعتبار. يعني لما بنشئ شركة تضامن هؤلاء الاشخاص هم محل اعتبار. لما يموت واحد منهم او هذا الشخص العمود الخيمة اللي احنا هو اللي جمعنا عمل الاصل ان الشركة تنحل. هذا شركات التضامن. لكن شركات ذات المسؤولية المحدودة لا يؤدي الى انحلال الشركة. لكن ممكن فقدان الاهلية. يعني برضو انا اكون في شركة تضامن واحد صار مجنون ولا واحد دخل في غيبوبة. كيف بدك تكون مسؤولي؟ كيف بدك تسأله انت وهو انت فاقد الوعي؟ اجماع الشركاء على حلها. اجماع جزئي. انشأت بارادة جماعية من الكل. كلهم اتفقوا على انشاء عقد الشركة بالكامل. وكلهم اتفقوا على حلها. بقاء شريك واحد بالشركة انهيار ركن تعدد الشركاء. بطل فيها غير شريك واحد. تحال الى التصفية. لانه صار فيش تعدد. صدور حكم قضائي بحلها. طبعا واضحة. وافلاس الشركة انتهاء ذمتها المالية لذلك. يعطيكم العافية.